لما سجلنا مع بعض ان انت ميار كنت عارفه ان هي عارفه من هي بعتت لي ليه حتى لما خرجتي من السجن ما كلمتيهاش؟ اكلمها على ايه؟ ما خلصت اكلمها اقول لها القضيه خلصت وهي هتحكي يعني قضيه الحكم اقول لها بقى انت كان في ايدك طوق النجاه وانت انكرتي استكترتي اقول لها ايه خلص خلص خدت بعضي وسكت وسكت خالص 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 ولا شفتها ولا قابلتها مدة 23 سنة غير قبل موضوع ما تقول الكلام ده. احساس بالظلم الانسان يحس ان هو مظلوم والله هو ربنا طبعا احساس صعب جدا بس هو ربنا لحكمة يعلمها الله انا ما اضل يعني خلاص وعزتي وجلالي لانصركم ولو بعد حين لانصرنكم ولو بعد حين. الفنانة وفاء ميكي كان لامع جدا هل في ناس بتتربص ان هي تعمل أكيد حاجة اكيد اكيد أكيد. أكتر دور الناس فاكره لك لحد دلوقتي مهجة. لا مهجة والراية البيضة والأحمر خيط. يعني عملت حاجات حلوة أنا غيرت التشريعات وقوانين البلد. طب أقول لك على حاجة يا أحمد مهجة لحد وقتنا هذا ترند في الصعيد. طبعا. ليه أصحابي في الصعيد يو عارفين يعني مهجة إيه وتفاصيلها والله رأ... آه. طبعا مش في الصعيد بس في الخليج كمان. طيب 23 سنه انت بتقول عدى عليكم ازاي عايشه ازاي على فكره يا جماعه انا طلعت اشتغلت والثوره قامت وعملت مصاري قبل الثوره وبعد الثوره وبطولات مسلسلات وحاجات زي كده ولكن اتجوزت وقعدت والراجل توفاه الله. اتجوزت راجل شرطه واتجوزت ضابط شرطه وعارف موضوع يعني القضيه يعني انتوا عارفين انا شرفني ان انا اتجوزك لان هو عارف ابعاد الموضوع وربنا كرمني بعمر اللي موجود ورا ايه في ايه تاني. الجمهور في الشارع زوفاك بيتعامل ازاي مع الفنان وفاء ميكي؟ الخصوصا دي كتير مش مصدق اصلا الحوار موجود الناس هو حر عامل له ايه يعني هم مش مصدقين اصلا اللي حصل زمان دلوقتي مش مصدقين وهو ربنا يعني قال لهم اتفضلوا اتفضلوا هو اتجات على طبق من فضل ماليش يد فيه والله ما ليا يد فيه والله ما متفقه مع ميار والله ما هو ترند والله دي جت من عند الله مفيش حد يعمل ترند في حاجه زي كده اعمل ايه يا جماعه والمصحف دي صدقه من ربنا ربنا تصدق عليا بيها ربنا كرمني بيها ربنا جبر بخاطري بيها عايزين نقول الحاله الصحيه لابنك لان انت قلت انه تعبان هو تعبان شويه بياخد حاجات كده يعني الحمد لله لو حابين توجهي رساله لميار البدلاوي تقول لها ايه؟ ولا هقول لها حاجه هقول لها ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد خلاص ربنا يهديها وخلاص ما عنديش حاجه اقولها اقول ايه؟ وكلمه لجمهورك اخيرا تقول لهم الله اقول لهم انا عندي حسن ظنكم واذا كانت لحد اللي حصل ده شكك فيكم وشوه صورته قدامكم بعد 23 سنة ربنا أكرمني وطلعت أنطق شهادة الحق بس لا أنا بزعل على حاجة هو ليه لما ربنا عايز يجبر بخاطر حد ويصوره الناس بتزعل بتقاوح بتشكك فيه بتطعن فيك يا لا اله الا الله ده ربنا ربنا مفيش حد متفق عليه برضه يعني هتلاقي في اللي معاك وفي ضدك لا لا ده ربنا لا 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 لا, لا.